برشلونة بإمكانه فقط استخلاص العبر من مدريد، عنوان نطالعه في صحيفة سبورت. اليومية الكتالونية أشارت إلى حقيقة أن ما يحدث من أمور إيجابية في ريال مدريد يؤثر سلبا على برشلونة والعكس صحيح، كما أن صعود النادي الملكي في الثلث الأخير من الموسم تزامن مع انهيار حصل في البارسا. أوضحت الصحيفة أن نجاح ريال مدريد يضع واجبات كبيرة جدا على عاتق برشلونة المضطر لتصويب مسار سفينته بدقة متناهية. وأضافت سبورت أن الثقة يجب أن تمنح للجهاز الفني، كما ينبغي إجراء التعاقدات بطموحات كبيرة وكذلك استعادة هوية الفريق القادر عندما يكون في قمة مستواه على قيادة النادي إلى القمة.